تعالوا نشوف تقرير لطيف جدا. التقرير ده بقى على ايه؟ فاكرين انتوا زمان قش الرز والسحابه السوداء والتلوث، ولازم يجي موسم نقعد نكح وعنينا توجعنا، واحد زي حالاتي عنده حساسيه من كل ده، انا عندي حساسيه من البنسلين حتى. والله. المهم التقرير بتاعنا على تدوير قش الرز، ازاي الدوله اشتغلت وعملت منظومه مهمه جدا علشان نقدر نشتغل على تدوير قش الرز مش نحرقه. خد بالك كل حاجه في الدنيا تقدر تحولها الى شيء مفيد وتتحول الى ثروه ما، فقش الرز يتحول الى علف. والله. والدوله كده، هو انت حاسس بحاجه ليها علاقه بقش الرز؟ خالص. ليه؟ عشان نجحنا في القضاء على معاناه كان بيعيشها المواطنين دائما بسبب حريق او حرق قش الرز. شوفوا هذا التقرير وتقعد هنا تفكر، احنا بناخد خطوات كبيره حقيقيه، مش بس خطوات مرحليه، خطوات كبيره وحقيقيه في ان احنا بنحول اقتصادنا الى اقتصاد اخضر، اقتصاد قائم على استغلال كافه الموارد بطرق صديقه دائما للبيئه. استنونا شوفوا التقرير واستنونا كمان بعد الفاصل. خطوات اللي قامت بها الدولة للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز، توفير المعدات الحديثة زي المكابس وزي ماكينات الدراس اللي الناس النهاردة بقت بتستخدم القش سواء في عملية الكبس أو في الدراس كاتبن علف بديل لقش القمح. القش المستخدم حسب الأصناف المنزرعة، في أصناف ياما من محصول الأرز، أصناف طويلة وأصناف قصيرة وأصناف رفيعة وأصناف عريضة، فيه محصول عمره 3 شهور وفي محصول عمره اكتر من 3 شهور، فبيبقى في خلال موسم الزراعي المحصول ده هوت بعد الحصاد على طول بيتم تجفيف القش ويتم تدويره او دراسه لاستخدامه في علف المشين. من 5 سنين نهينا موضوع حرق القش نهائي. أنا بقول لحضرتك أنت موجود في قلب كف الشيخ هوت، أتحدى أي حد يطلع هنا في عند أي فلاح قراط واحد محروق قش، لأن هو هيحرقه ليه؟ هو لو مش عايزه البهايمه هيبيعه، يعني هو مش عايزه المواشيه هيبيعه. البالة بتتباع عندنا ب5 جنيه حاليا دلوقتي، بتوصل 20 جنيه بعد شهرين 3 ولا 4، إنما في الموسم النهارده هي بتتباع ب5 جنيه. موضوع تدوير قش الرز يعني هنا في أماكن طبعا الدولة بتحددها لتجميع قش الرز من الفلاحين أو المزارعين لاستخدامها في الاستخدامات الدقيقة، يعني الاستخدامات في التصنيع زي ما قلنا في تصنيع الخشب أو تصنيع الورق أو استخلاص السيليكا إلى آخره. دي أماكن الدولة بتشرف عليها وعبارة عن شركات بتشتري من المزارع القش، ممكن تنزل الأرض وتكبس القش على حسابها وتاخده وتحاسب المزارع عليه، أو ممكن إن هو المزارع يكبس هو عن طريقه عن طريق المكابس اللي بتوفرها وزارة الزراعة في محطات الميكنة، ودي متوفرة بأعداد كبيرة والحمد لله موجودة وبأسعار رخيصة، ويبيع هو القش من خلال.